من أوتر أول الليل ثم نام وقام آخر الليل وأراد الصلاة، سمعت قولا بأنه ينقض وتره بركعة لئلا يجمع وترين في ليلة ويصلي ما شاء ثم يوتر، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا قال به بعض العلماء، يقول أنه إذا قام آخر الليل يصلي ركعة تشفع الوتر الأول ثم يصلي ما شاء ثم يوتر، هذا قال به بعض العلماء لكن ليس بصحيح ولا دليل عليه، بل يقوم ويصلي ما تيسر له يكتفي بالوتر الأول، ولا بأس بالصلاة بعد الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. نعم، المغرب وتر النهار ومع هذا يصلى بعدها راتبة، صلى بعدها نافلة، فالوتر ما يمنع أن يصلى بعده. نعم.